نتجه إلى القاهرة، أستاذ إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، يضيف لنا ما يحدث بالسوق خلال هذه المرحلة. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب وشكرا على وجودك. يعني تذبذب واضح من بداية الأسبوع إلى الآن، ويبدو بأن المستثمر غير قادر على قراءة المشهد بشكل واضح في ظل التطورات الجيوسياسية والأحداث الداخلية اللي عم نشوفها من قرارات حكومية. تعليقك على حركة السوق اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحقيقة السوق فعلا زي ما حضرتك أشرت كده من نهاية الأسبوع اللي فات، وهو كان في الاي جي اكس 30 تحديدا كان في حركات إلى حد ما عشوائية، يعني لأنه احنا حتى بعد ما نزلنا يوم الخميس وبعدين رجعنا كملنا يوم الأحد، شفنا الاثنين السوق بيرد كل اللي خسره في جلسة واحدة وطلع حوالي 900 نقطة. النهاردة تذبذب، لكن طبعا مؤشر السبعين هو اللي متفوق بشكل كبير زي ما حضرتك أشرتي، وبيقرب من قمته التاريخية أو قمته السبعين، وبالتالي دي بتعتبر مستوى مقاومة قوي جدا. يعني هنشوف حتى وإن كان يعني لو حتى تجاوزها بنقاط قليلة، ولكن محتاجين اختراق واضح للمستوى ده. لكن واضح تماما الاي جي اكس 70، وزي ما قلنا برضو على مدار الفترات اللي فاتت قلنا ان هو الأكثر ترشيحا انه يقرب من قمته السابقه عن الاي جي اكس 30. الاي جي اكس 30 احنا تقريبا بنيجي بقالنا اربع شهور بنتكلم على 29000 29000 ونص، 30000، 30000 ونص، 31، نرجع تاني 30 ونص. يعني احنا بنتحرك في نفس المنطقة بقالنا حوالي 3 أو 4 شهور. يعني صحيح المؤشر شكله على التشارت ان هو في اتجاه صعودي، لكنه اتجاه عرضي مائل للصعود مع الاستمرار في التذبذب في نفس المنطقة نتيجة التأثير القوي لسهم البنك التجاري الدولي أو لبعض القياديات يعني. فهو ده اللي مخلي مؤشر ال 30 الى حد ما مش واضح له اتجاه قوي، على عكس الثاني اللي هو دايما الاسهم المضاربيه لما بيكون في نوع من التحركات العرضيه او الاستقرار اللي موجود في القياديات بنبص نلاقي السيوله بتتحرك منها او بتخرج منها بتنتقل الى الاسهم الصغيره، هي اللي بتبقى بتؤدي بشكل جيد. لكن مما لا شك فيه ان احنا متفقين تماما على ان الاسعار في السوق المصري كلها تقريبا متدنيه جدا، ولكن للاسف هي الاسعار دائما ما بنقول انها بتعبر عن كل شيء. فكل شيء ده يعني بيتمثل في الأوضاع الاقتصادية كلها والأوضاع الجيوسياسية كلها والمشكلة الاقتصادية اللي موجودة في مصر على مدار الكام سنة اللي فاتوا، كل ده مأثر بشكل واضح على أداء الأسهم. حتى وإن كان البي ريشيو قليل، وحتى وإن كان الأسهم كلها أو اللي بيحصل عليها استحواذات بتحصل بعدها ارتفاعات بعد كده، لكن كل ده راجع بشكل رئيسي إن الأسعار مضغوط عليها لأسباب أخرى غير القيمة الفعلية للشركات. طيب تفضلي فندم. ونعود لقرار الوقود، يعني بدأنا اليوم مباشرة الشركات وخاصة قطاع الأغذية يعلن عن الزيادات اللي حنشوفها بالمنتجات، يمكن أولها دومتي اللي تحدثت عن زيادة الأسعار لديها في شهر نوفمبر. بالتالي إلى أي مدى الآن سيحمل يمكن المشتري عبء هذه الارتفاعات اللي حصلت بالوقود؟ وأيضا الشركات هل هي مطلوب منها إعادة تشكيل استراتيجية جديدة وفقا لهذا الرفع اللي حصل الآن بأسعار الوقود أستاذ إيهاب؟ يعني هو مش هو المواطن بيتحمل انهيار قيمة العملة نفسها، يعني هو المشكلة دي كلها ناتجة من انهيار قيمة العملة. وأنا يمكن قلت الكلام ده أكتر من مرة في أكثر من لقاء، يعني إحنا الإنفاق الحقيقي للدولة على الدعم وعلى الموازنة بصفة عامة كله تراجع مش زاد، لأن إحنا لما بنيجي نقارن ما بين سعر الدولار النهاردة وسعر الدولار من سنتين ثلاثة فاتوا ونشوف حجم الإنفاق اللي كان بينفق في الميزانية سواء على مستوى على يعني بنود الدعم أو أي بنود أخرى أو الأجور أو غيره، هنلاقي إن الإنفاق كان أكتر من كده مع أرقام دولار أقل من كده، فبالتالي الانفاق الحقيقي تراجع، ده مما لا شك فيه. يعني الحاجة الثانية او المتعلقة بسعر البترول، طبعا احنا عارفين الاتفاقية اللي تمت ما بين الحكومة وما بين الصندوق، وواضح تماما او يعني مش واضح مؤكد ان في اتفاق ما بين الجانبين على تحرير سعر الوقود بشكل كامل. لكن هي اللي حاصل مؤخرا عن موضوع الدعم النقدي والتحول الى الدعم النقدي وغيره، ده الحقيقه لا يجب ان يعني يجرفنا اننا ندخل في دعم الطاقه نهائي. يعني لو احنا هنعمل الدعم النقدي يبقى نكتفي بدعم السلع، ما نخشش خالص في دعم الطاقه، لان ده هيبقى له مخاطر كبيره قوي ان انا احوله لنقدي في الوقت الحالي تحديدا. النقطه الثانيه الارتفاع اللي حاصل فيه او الرفع الاخير اللي حصل الحقيقه مش بيتماشى
بتتماشى مع اللي بيحصل في اسعار الوقود عالميا. يعني لما بنشوف البرميل البترول بيتراجع من 80 دولار الى 73، وهو محسوب في الموازنه على فكره 2024 2025 على 82 دولار، وكل دولار زياده بيكلف الموازنه حوالي 4.5 مليار جنيه. نعم. احنا بندعم البترول بحوالي 154 مليار. ال 154 مليار دول التسعة دولار اللي نزلوهم خفضوا منهم حوالي 40 مليار جنيه. يعني التسعة دولار اللي نزل في السعر العالمي ده خلى الدعم اللي موجود في الموازنة اللي هو 154 للطاقة المفروض يبقى حوالين 120 مليار جنيه مثلا أو 125 مليار. يعني هو كده كده انخفض. فالحقيقة فكرة الرفع دلوقتي ملهاش غير تفسير واحد، وإن هو قرار للصندوق، وبالتالي أنا لازم علشان المراجعة اللي جاية إن أنا أخد هذا القرار استباقا للتحرير الكامل. وده الحقيقة أنا شفته في حوار الرئيس حتى وهو يعني بيرسل رسائل سواء للمواطن او للصندوق بان الوضع اللي احنا فيه حوالينا في المنطقه وفي الوضع الاقتصادي لا يجب ان الامور تبقى بهذا الشكل. يعني انا اتصور الحكومه ما كانتش راضيه عن فكره الرفع في الوقت الحالي، لانه زي ما قلت لحضرتك الاسعار اصلا تراجعت في كل الدول حوالينا بتخفض اسعار البترول واحنا الوحيدين اللي بنرفع. صحيح. لكن المناشده اللي سمعناها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد، يعني هل يمكن ان يعني نشوف فيها اعاده حتى رفع الشريحه؟ لانه احنا المرتقب بالمراجعه الرابعه اكبر شريحه ستحصل عليها مصر، 1.3 مليار دولار ضمن شرائح 8 مليار. استاذ ايهاب، هل ستطالب مصر بدعم اكبر يمكن فوق 8 مليار هذه المره، او لرفع نسبه الشريحه المقدمه لها؟ لا، ما اعتقدش ان هو ممكن يبقى فيه طلب اكبر، لكن انا مش شايف ان هي مناشده من الرئيس بقدر ما هي رساله. يعني رساله خدوا بالكم الضغط الكتير ده في الظروف اللي احنا فيها دي امر غير محمود وغير جيد، وده امر طبيعي جدا الحقيقه، لانه احنا في اتفاق فاحنا مضطرين ان احنا ننفذ الاتفاق، لكن في نفس الوقت لازم يبقى فيه شويه مرونه. يعني الرساله ده معناها او ده المضمون بتاعها ان يبقى فيه مرونه من صندوق النقد في ان انا مع التراجع اللي حاصل في الاسعار والدول اللي حواليا اللي بتخفض الاسعار، وانا اصلا يعني حاسب الدولار على 45 وحاسب البترول على 82 دولار، فنهدى شويه على موضوع خفض الدعم خفض الدعم خفض الدعم. فبالتالي اهدوا شويه يا صندوق يا نقد على ان يبقى لازم يبقى فيه مرونه شويه في الاجراء، احنا ملتزمين ونفذنا، لكن ده يخليكم تعيدوا بس ايه الحسابات مره تانية. وكان بيدي رساله حتى سواء للحكومه او للصندوق بان احنا نعيد التفاوض في مساله المرونه شويه، لان القرار الاخير الحقيقه كان مفاجئ. كل الناس تفاجئت بالارتفاع اللي حاصل لانه لسه كان حاصل من قريب، وبالتالي ده يعني وحتى كان البنك المركزي قبلها في نفس اليوم مثبت سعر الفايده، فده هيبقى ليه زي ما حضرتك قلتي تبعات تضخميه، وشفنا اسعار المواد الغذائيه، وحتى لو حضرتك نزلت السوبر ماركت النهارده هتلاقي كل الاسعار ارتفعت بشكل جنوني من اول ما تم الاعلان عن رفع سعر الوقود، لانه الديزل هو المحرك الرئيسي، السولار هو المحرك الرئيسي لكل السلع، وبالتالي اول ما بيرتفع على طول بنشوف الارتفاعات اللي حصلت. هيستجيب الصندوق يا استاذ ايهاب؟ الصندوق فعلا يبقى فيه شويه من المرونه. هيستجيب برايك هيستجيب للمطالب من الحكومه؟ اعتقد انه المنطق بيقول كده. يعني احنا ما بنقولش ان احنا مش ملتزمين بالبرنامج، لا ده بالعكس، ده الدوله اثبتت ان هي ملتزمه واثبتت ان هي بتنفذ بالفعل ونفذت رغم المخاطر المجتمعيه اللي موجوده، والدوله نفذت. فبالتالي المفترض ان احنا يبقى في نوع من المرونه شويه في ظل الضغوط الكبيره اللي موجوده. يعني احنا عندنا شويه ارقام كبيره قوي، يعني طبعا الوقت مش هيسمح ان احنا نتكلم فيها، نعم، لكنها كلها بتشير الى حجم الضغوط اللي على الموازنه في التوقيت الحالي، مما يترتب او مما يستلزم ان فعلا يبقى في شويه او قليل من المرونه من جانب الصندوق، مع التزامنا الكامل ان احنا خلال الفتره اللي جايه برضه هيكون في الالتزام بالبرنامج المتفق عليه، ولكن يبقى في توقيتات اطول شويه. نشكرك استاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه، سابقا كنت معنا من القاهره، شكرا لك.